لكن احنا لو جبنا الصوره اللي هي فيها خريطه التمريرات بتاعت بدر بنون هتلاقي، بص حضرتك بدر بنون تحس ان هو من كتر تمريراته ان هو بيلعب لعيب ارتكاز، اهي قدامنا على الصوره دي خريطه، دي اماكن تمريرات بدر بنون في الدوري المغربي، دي الاماكن اللي مرر منها بدر بنون. طبعا هي يعني الاتجاه رايح ناحيه اليمين الصوره، يعني بدر بنون ده هو كان هو المفروض بدر بنون على شمال الصوره، على شمال الصوره، وهو التمريرات راح ناحيه اليمين كده، فبالتالي هو دي كل التمريرات. بص حضرتك هتلاقي لاعب تمريرات من نص الملعب كتير جدا، فهو اللعيب بيتقدم عنده حته الزياده وعمليه الاختراق، حتى عامل تمريرات كتير من قدام. بص ده لعيب يعني حته المدافع اللي هو بيحضر الهجمه بشكل كويس جدا وبيديك التمرير الطولي صحيح بصوره مميزه جدا. صحيح. ودي ميزه مهمه احنا محتاجينها في النادي الاهلي، ان انت يبقى عندك المدافع كورته حلوه. الحاجه الثانيه الاولانيه اللي كنا اتكلمنا فيها ان هو ليدر، الليدر ده برضو حصل على بطولات، انت جايب مدافع زي ما قلت لحضرتك نادي بطل جاي لنادي بطل، طب ايه البطولات اللي اخدها؟ برضو لازم نكون عارفين السي في بتاعه. اولا هو اخد 2 دوري مغربي مع نادي الرجاء، اخرهم كانت السنه دي 2019 2020، والاولانيه كانت 2012 2013. اخد 2 كاس المغرب سنة 2011 2012 وسنة 2016 2017، اخذ كونفدرالية 2018، اخذ سوبر افريقي اللي هي 2018 2019. اذا انت جايب مدافع جاي من نادي بطل زي ما قلت لحضرتك، متعود ومتمرس على البطولات الافريقية وحصل على الكونفدرالية، وبالتالي مش هيحتاج وقت في التأقلم على اللعب، عكس مثلا ما تجيب لعيب من لاتيني او لعيب ما عندوش خبرات، لا ده لعيب لعب جاي لعب كونفدرالية وحصل على الكونفدرالية ولسه كان مشارك مع الرجاء في نص النهائي، وبالتالي انت جايب لعيب صاحب متمرس في القارة الافريقية، ودي حاجة مهمة جدا. نيجي بعد كده في نقطة تحضير الهجمة من الخلف، طب ايه اللي يأكد لك ان الراجل ده او المدافع ده بيحضر الهجمة من الخلف بشكل كويس جدا؟ باتشيكو مدرب الزمالك في الماتشين الاخر الرجاء والزمالك عمل ايه؟ في الماتش الاولاني تحديدا هو لعب مصطفى محمد عليه مان تو مان، يضغط عليه مان تو مان عشان امنع تحضير الهجمة. كانت فكرة باتشيكو كله ان بدر بنون، لان كانت الاحصائيات قدامه والارقام عند باتشيكو ان لعب بناء الهجمة عند الرجاء من خلال بدر بنون، يعني مفتاح لعب هو من الخلف، هو بدر بنون، فتضغط عليه متوسط لمس الكرة عنده عالي، تحضير الهجمة في التمرير الطولي عنده عالي، وبالتالي هو كان بيوقف له مصطفى محمد. لما تعرف كده تعرف ان المدافع ده كورته حلوة، المدافع ده هو محور بناء الفرقة. لما المهاجم يرحل، يعني هو دايما التعليمات بتبقى ايه، المدرب بيقول للمهاجم عايزك لما الراجل ده يجي يبني الهجمة انت ترحل عليه، تسيب من التاني، لان التاني تمريراته الطولية مش عالية. تعرف ان بدر بنون تمريراته الطولية عالية جدا. الحاجة المهمة قوي قوي قوي، ودي النقطة اللي فعلا احنا محتاجينها من ساعة رحيل احمد حجازي، طبعا المدافعين كلهم على مستوى عالي، ولكن حتة الالتحامات الهوائية او حتة الكرات العالية دي مهمة جدا، ان انت تجيب مدافع طويل القامة بياخد الكور العالية، دي حتة مهمة. اكيد بدر بنون اصلا طويل القامة، واحد اهم مميزاته غير تحضير الهجمة هي الالتحامات الهوائية، هي الكرات العالية، الكرات العالية كلها بتاعته. تستفيد بيها كمان يا دكتور، مش بس على المستوى الدفاعي، انت بتستفيد كمان في الكرات الثابته على المستوى الهجومي، المستوى الهجومي انك بيزيد وعندك عندك مصدر خطوره، بنشوف ده في فان دايك على سبيل المثال حتى على المستوى الهجومي. فطبعا شيء مميز جدا العاب الهواء ده، يعني حاجة مهمة اساس للسردباك اكيد طبعاً. يعني. ودليل كمان تاكيد لكلام حضرتك